حياكم الله ويانا مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. اليوم راح نستكمل وياكم التقنيات أو العوامل الأساسية اللي لازم يركز عليها الرياضي المحترف للوصول إلى أعلى أداء أو إلى أعلى مستوى رياضي خلال الموسم. أيضاً لا تنسون بالفقرة الرياضية راح نتكلم وياكم أو راح نحط لكم بعض التمارين اللي تقدرون تمارسونها بأي وقت يناسبكم سواء داخل النادي أو برا النادي أو بالبيت. تكلمنا وياكم في الحلقة السابقة عن واحد من العوامل أو من التقنيات الأساسية اللي هي كانت تمارين المقاومة الثقيلة واللي تعتمد على العوامل الخارجية أو على الأوزان في تأدية تمرينك. اليوم راح نتكلم عن المقاومة أو تمارين المقاومة الخفيفة، شلون نقدر ندخلها بتدريبنا ولازم نركز عليها وليش هي وايد مهمة حق الإنسان الرياضي. عادة الرياضيين اللي يشتغلون على الألياف العضلية سريعة الانقباض اللي هي عادة يكون حق العدائين أو حق لاعبين رفع الأثقال أو حق أي رياضة تستخدم فيها قوة قصوى، تركيزهم عادة يكون على اللي هو المصل الفاست سويتش مصل فايبر أو اللي هي الألياف العضلية سريعة الانقباض. هذه الألياف العضلية عادة تكون موجودة بجسم الإنسان من خلال جيناته وصعب أنك أنت تزيد من هذه الألياف العضلية، لكن في المقابل عندنا الألياف العضلية بطيئة الانقباض واللي هي طريقة تأديتها للتمارين تختلف بشكل تام عن الألياف الثانية. لكن الإنسان الرياضي أو الإنسان العادي يقدر يطور من خلال هذه الألياف من خلال تمرينه أو تأديته لبعض التمارين. عشان كذي عادة العدائين يدخلون تمارين مقاومة خفيفة، خلينا نقول اللي هي تعتبر الجري مسافة طويلة، خلينا نقول تمارين السباحة، تمارين التجديف، تمارين الكارديو بشكل عام اللي هي تساعد على رفع خلينا نقول مستوى ضربات القلب، تساعد على رفع أداء مستوى عضلة قلبك. فتركيزهم دائما يكون على التمارين هذه، عادة يدخلونها في الأوف سيزن لكن ما يمنع أنك تدخلها أنت بشكل عام بجدولك التدريب. الغرض من هذا الموضوع أو الغرض من هذا النوع من التمارين أنك أنت تقوي الألياف العضلية اللي عندك بشكل كامل، ما تركز على ألياف عضلية معينة وتهمل الثانية، لأن هذا راح يحسن من أدائك ومن خلينا نقول تطور الكامل لرياضتك. نفس الشيء نشوف مع لاعبين رفع الأثقال، طريقة تدريبهم عادة ترتكز على رفع وزن عالي لكن أيضا يخصصون أيام معينة أنهم يتمرنون سباحة، يركضون شوي مسافة طويلة، يحاولون يصنعون أو يعدلون من مستوى ضربات القلب من خلال تأديتهم لبعض تمارين المقاومة الخفيفة مثل التجديف، مثل خلينا نقول تمارين الدراجة أو القاري، مثل تمارين السباحة وغيرها. لازم ندخل هذا النوع من التمارين حتى لو كانت رياضتك ما تحتاج إلى الألياف العضلية البطيئة بشكل أساسي، لأنها راح تعتمد على خلينا نقول راح تكون هذا شيء ثانوي لكن يكمل إلى رياضتك اللي أنت قاعد تسويها. شلون أقدر أدخل هذه التمارين في جدولي؟ لازم أدخلها على الأقل من يوم إلى يومين بالأسبوع. تقدر تغير دائما بنوعية التمارين أو تقدر تستمر على نفس التمرين لفترات طويلة بعدها تغير نوع التمرين. يعني شنو؟ يعني أنا مثلا أقدر أدخل السباحة يوم واحد بالأسبوع وكل خلينا نقول أحد أو كل خميس أنا أمارس رياضة السباحة عشان أطور من كمية الأكسجين اللي تدش داخل الصدر والرئة وبعدها أقدر أطور من أدائي. نفس الشيء إذا أنا قاعد أسوي تمرين التجديف أو تمرين الروينج لازم أدخله مرة إلى مرتين بالأسبوع، أحاول أن أنا أغير من تأديتي لهذا التمرين. ليش؟ عشان أنا أقدر أطور من الألياف العضلية البطيئة عندي، عشان أنا أقدر أطور من مدى كمية الأكسجين اللي تدش داخل الدم، عشان أنا أقدر أطور من عضلة قلبي، عشان أنا أقدر أريح من مستوى دقات قلبي طول اليوم. فعشان كذي لازم أركز على النوعية هذه من التمارين لأن هي بشكل عام تفيد الإنسان الرياضي في تأدية تمرينه أثناء التمرين وأيضا تفيده برا التمرين من خلال عملية الاستشفاء من خلال تدفق الدم اللي تصير أثناء تأديتك لهذه التمارين.
يعطيكم العافية جميعاً، وصلنا وياكم إلى الفقرة الرياضية. في هذه الفقرة راح نشرح لكم بعض التمارين أو ثلاث أنواع من التمارين اللي تقدرون تسوونها حق شد العضلة الداخلية وتقويتها، اللي هي عضلة الأنرثاي أو عضلة الفخذ الداخلية. طبعاً في وايد أجهزة ممكن تسوونها، لكن في بعض النوادي أو بعض الناس بيتهم ما عندهم الجهاز إنه هو حق العضلة الداخلية، عشان كذي راح نعطيكم اليوم بدايل حق هذه التمارين. طبعاً كل تمرين تقدرون تسوونه من 3 إلى 4 جولات، من 10 تكرارات إلى، أو في تمرين عندنا نقدر نسوي 30 ثانية على حسب قدرتك على تأدية هذا التمرين. نقدر نوصل ل 5 جولات من كل تمرين، نقدر نسويهم ثلاثتهم، نقدر نسوي بس واحد من هذه التمارين. أول تمرين راح نسوي، راح أحتاج بنش نفس هذا، أو راح أحتاج كرسي أو طاولة. اللي راح نسوي التمرين هذا صعب، مو سهل. أول شيء الخيار الأول إن أنا أفرد ريلي بالكامل، الخيار الثاني إن أنا أكفس ريلي عشان نسهل علينا هذا التمرين. طبعاً لأن التمرين صعب، فأنا أقدر بالبداية أسوي من 5 إلى 10 ثواني، أو أبلش من 10 ثواني وبعدين مع الأيام أقدر أزيد عدد الثواني، وأريح الراحة من نص دقيقة لدقيقة كاملة بين كل جولة وثانية. اللي راح أسوي راح أرفع ريلي، أفردها بشكل كامل، أحطها فوق الكرسي بالطريقة هذه، بعدين أرفع ريلي الثانية وأضمها حق ريلي اللي أنا رافعها بالشكل هذا. لما أرفع بالطريقة هذه، شوفوا هذه الريل تصعد لي فوق، هني أنا قاعد أشغل عضلات الأنرثاي أو عضلات الريل الداخلية، وقاعد أحاول أن أنا أصعدها بالطريقة هذه لي فوق. طبعاً الموضوع قلت لك صعب مو سهل، تقدر تثبت بالطريقة هذه 5 إلى 10 ثواني، أو تقدر تريح كل مرة وتصعد بالشكل هذا. طبعاً هذه الطريقة وايد أسهل، بس عشان نقويها بشكل وايد ملحوظ، تثبت بالطريقة هذه يفضل. خلصنا، بعدين نقدر نقلب نسوي الريل الثانية ونشتغل على نفس الموضوع. عادي يكون عندك ريل أقوى من ريل، ما في أي مشكلة، مع الوقت راح تتعود وراح يصير ريلينك ثنتين أقوية. هذا كان التمرين الأول، نقدر نسوي من 3 إلى 5 جولات. بعدين راح ندش التمرين الثاني، راح يكون باستخدام الباند فقط. راح أكون رابط الباند بالطريقة هذه، أحطه على ريلي أو أدخل ريلي بالداخل بالشكل هذا، أبعد عن الباند وأمسك أي طرف وأفتح أو أضيج ريلي لداخل وأفتحها لبرة، أحاول أثبت بكل مرة، وراح أشتغل على الموضوع هذا من 10 إلى 12 تكرار. طبعاً الغرض من أنا ماسك شيء إنه بس يكون عندي بالانس، بحيث ان انا ما استخدم العضلات ريلي الداخليه وانا اسكر الباند. اخلص 12 تكرار، بعدين اقدر اشتغل على ريلي الثانيه واسوي نفس الموضوع. اقدر اريح دقيقه بين كل جوله لين ما اخلص من 3 إلى 5 جولات. بعدين عندي تمرين الاخير اللي هو تمرين السومو سكوات. راح امسك الدامبل بالطريقه هذه، ظهري وصدري يكونون فوق، انزل وأصعد بالشكل هذا. راح أسوي نفس الشيء من 10 إلى 12 تكرار. تقدر تبلش التمرين بوزن خفيف وتحاول تصعد فيه تدريجي، تريح دقيقة بين كل جولة وثانية لين تخلص من 3 إلى 5 جولات. كانت هذه تمارين اليوم حق عضلة الأنرثاي أو عضلة الفخذ الداخلية. طبعاً هذه التمارين وايد راح تشد وراح تقوي المنطقة هذه مع الوقت لما تمارسها. كانت هذه تمارين لليوم، يعطيكم العافية على مجهودكم، ونشوفكم إن شاء الله تمارين جديدة. مع السلامة.